وسط هذه الفرحة خلينا ناخد مداخلة من النجم الكبير لسجل هدف مصر في الجزائر وصعد بنا منتخب صعد بمنتخب مصر طبعا الأولمبياد لوس أنجلوس 84 النجم الكبير كابتن علاء نبيل وطبعا كابتن علاء مدير قطاع الناشئين في نادي زد. كابتن علاء اولا الف مبروك طبعا لصعود زد يعني للدور او للدوري الممتاز، وثانيا طبعا الف الف مبروك لصعود منتخب مصر الاولمبي لاولمبياد باريس. الله يبارك فيك، ازيك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله. ومبروك لمصر ومتشكرين على التهنئه لنادي زد صعود الدوري الممتاز. هي اخبار حلوه كلها الصراحه يعني. يعني الحمد لله والشكر لله اليومين دول. الحمد لله والله. من زمان ومن فتره طويله كنا نحتاج الى فرحه تخص منتخبنا الوطني، من زمان ما شفناش فرحه ولا منتخب مصر الاول الحقيقه ولا منتخب مصر الاولمبي، وبالتالي خصوصا بعد فشل منتخب 2003 ومنتخب 2000 الشباب والناشئين في الصعود الى كاس العالم. اعتقد النهارده يعني بيرجع لنا ولو حاجه بسيطه جدا من الفرحه يا كابتن علاء. اكيد طبعا، وانا بقالي فتره كابتن اسلام بقول احنا الامل ولازم كلنا نقتنع بان الامل في المنتخب الاولمبي. صحيح. اللي هم الاعمار الصغيره بقى اللي هم في العشرينات اللي هم يلعبوا لمصر على الاقل 7-8 سنين ويتالقوا في الانديه وفي المنتخبات، واخد بالك؟ فاعتقد ان ده انا عن نفسي سعيد جدا بصعود المنتخب الاولمبي للاولمبياد، لان ده فعلا هو ده النواه المنتخب الوطني الاول الفتره القادمه. نعم كابتن علاء، المنتخب الاولمبي انا لسه كنت بقول هذا الامر، ما اعرفش حضرتك توافقني ولا لا، المنتخب الاولمبي ده الاسماء اللي فيه قد تكون اسماء مش ذائعه الصيت زي المنتخب السابق مثلا اللي هو كان فيه رمضان صبحي وكان فيه اسماء كبيره جدا واحمد ياسر ريان، ويعني مجموعه معروفه وبتلعب مع فرقه في الدوري الممتاز. معظم هؤلاء اللاعبين ما بيلعبوش مع فرقهم في الدوري الممتاز، ده اولا. ثانيا معاهم مدير فني، ايه رايك فيه ميكالي يا كابتن بعد هذا الانجاز الكبير؟ والله يا كابتن اسلام اقول لك حاجه، يعني فضل. مش عايزين برضو نتسرع في الحكم ونرفع فوق وفي ثانيه ننزل تحت، احنا برضو حتى الان هو ماشي كويس. يعني خلينا واقعيين، هو حتى الان ماشي كويس، وصل للاولمبياد كويس الحمد لله. عايزين نشوف بقى اداء منتخب مصر في الاولمبياد، ده المهم. اوكي، عشان ما نجيش بعد كده نقول ايه احنا ادينا له اكتر من حقه، لا احنا عايزين نقول احنا بندي لك الدفعه المعنويه قويه جدا، كلنا ثقه فيك، اعمل برنامج قوي الفتره اللي جايه، لان انت عندك سنه لغايه لما تلعب الاولمبياد، سنه واخد بالك؟ هتعمل فيه ايه؟ لازم تعمل برنامج قوي، لازم تقعد مع الاتحاد تاخد اللعيبه بتاعتك تعمل بيها ماتشات وديه خارجيه، تعمل بيها ماتشات وديه داخليه، تمام؟ لازم يبقى ليك صوت قوي داخل الاتحاد، خلاص انت داخل دلوقتي زي ما بيقولوا في الكوره ايه، انت حاطط رجل على رجل. لا انا عايز بيت محل، لان محدش يرحمك، يعني انت لما تخش الاولمبياد والناس هتقعد تتفرج على الفرقه وهتقابل بقى مدارس اوروبيه ومدارس امريكا الجنوبيه يعني هتقابل حاجات كتيره جدا، هو ده المقياس بقى. بعد يعني بعد البطوله دي ان شاء الله اقول لك الراجل ده فعلا نحتفظ بيه ولا الظروف سمحت ان هو يخش الاولمبياد وخلاص، لان احنا دقنا كتير قوي الفتره اللي فاتت في الحاجات ده كابتن اسلام، مش عايزين نتسرع. لكن النتائج بتقول لا نقف معاه ونساعده بس. من الناحيه الفنيه وانت اتفرجت على المباراه النهارده، اعتقد مباراه بتلعب منتخب قوي على فكره، منتخب غينيا عامل مباريات جيده جدا وعنده محترفين في انديه اوروبيه كتيره قد تكون درجه تانية، لكن في النهايه يعني محترفين جيدين. شفت المباراه ازاي يا كابتن؟ والله يا كابتن اسلام بص انا اللي عجبني فيه روح لعيبه منتخب مصر، يعني برافو عليك، هم نازلين عايزين يكسبوا، عايزين يعملوا نتيجه ايجابيه، وده اللي مفتقدينه بقى لنا فتره طويله. روح اللعيبه واداء اللعيبه زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان مش اسماء كبيره، لكن الراجل قدر يجمعهم، قدر يعمل تكتيك، قدر اللعيبه تنفذ المطلوب منهم. وخلي بالك احنا اول ماتش لما تعادلنا في ناس كتيره جدا اتضايقت، قلت لهم يا جماعه ياما فرق اتغلبت مش اتعدلت في اول مباراه وخدوا البطوله. واخد بالك؟ والسيناريو بيتكرر تاني. انا شايف ان التكتيك مع اللعيبه اللي هي زي ما حضرتك بتقول ايه، يعني مش عايز اقولها اللي هي جعانه في الكوره، اللي هي عايزه تعمل حاجه وعايزه تظهر على الساحه، هم دول اللي تقدر تعمل بهم حاجه الفتره اللي جايه. لكن انا شايف اللي هي كانت مباراه قويه، مباراه نستحق اللي احنا نفوز بيها، وان شاء الله المباراه القادمه. كمان كنت سمعتك في المقدمه بتقول بنسبه كبيره هنلاعب مالي، يعني المغرب ومالي هنلاعب المغرب. بنسبه كبيره هنلاعب المغرب. انت قلت مالي، يبقى انا لا انا كان قصدي المغرب. لا المغرب منتخب قوي جدا. منتخب مالي قوي.
فطبعا هيبقى نهائي قوي، لكن في حد ذاته احنا يعني يعني مش عايزين طمع، احنا تأهلنا الاولمبيات الحمد لله، خدنا البطوله تبقى خير وبركه وتبقى دفع قوي جدا. ومطلوب من الانديه بقى اللعيبه دي لما ترجع لازم يبقى ليهم دور كبير مع انديتهم في الفريق الاول صراحه، يعني مظبوط ليهم دور ويلعبوا ماتشات وانديه تعتمد عليهم، ودي بهديه ايوه كابتن، ولكن انت يوم المنتخب للانديه صح، عندك حق في النقطه دي تحديدا، هو ياخدوها يلعبوا، عندك حق في النقطه دي تحديدا، ولكن ازاي هعمل كده كابتن؟ يعني ما انا ازاي هروح اقول للمدير الفني في نادي الزمالك مثلا لاعب الاربعه اللي بيلعبوا ورا، هروح مثلا لكولر اقول له لا لاعب حمزه علاء، ما هو صعب. ما هي دي بقى النقطه بقى، بس هي لازم الانديه تتعاون، لازم الانديه شافت ان عندها لعيبه طلعت تمثل مصر في المحافل الدوليه والحمد لله عملت نتيجه ايجابيه، لازم ليها دور، لازم المديرين الفنيين الانديه يبصوا على اللعيبه دي ويعتمدوا عليهم الفتره اللي جايه، اللي فعلا احنا محتاجين جدا جدا ننزل متوسط الاعمار بتاع اللعيبه في مصر ونغير الجلد شويه بشويه بقى عشان الكفايه بقى. طيب منتخب مصر نسيبه بقى ونروح للاهلي، النادي الاهلي ومباراته امام الاسماعيلي، توقعاتك لهذه المباراه مهما يكون مستوى الاسماعيلي ومهما تكون الامور، ولكن في النهايه يظل النادي الاسماعيلي هو القطب الثالث في كره القدم المصريه. طبعا طبعا، لكن برضه لازم نرجع نقول برضه ان النادي الاهلي في احسن حالاته، النادي الاهلي ما عندوش اللي هو يلعب المباراه دي باللعيبه اللي هي ما بتلعبش او لا، النادي الاهلي انا عاجبني في الراجل الفاكر ده، لان كان في ناس بتتكلم في ان قعد اصل الماتش ده قعد فلان ولاعب فلان، راجل بيلعب بسيمتريه واحده، راجل بنسبه كبيره واخد الدوري بيلعب، عايز يلعب عايز يكسب، وده في حد ذاته كويس قوي. لكن النادي الاهلي بيعيش في احسن ايام حالاته الفنيه، واللعيبه كلها عندها ثقه وجماهيره عندها ثقه، ويكفي حاجه واحده كابتن اسلام، ان الناس واثقه في المدير الفني، دي بتحط ساعتها 100 خط. لان عدم الثقه في المدير الفني بتعمل مشاكل كبيره جدا. الراجل اعتقد اللي هو يعني عامل فرقه كويسه، اللعيبه عرفت طباعه، اللعيبه عرفت التكتيك بتاعه، فاعتقد انه هيبقى ماتش قوي. في الوقت نفسه اللي احنا بنقول الاسماعيلي يعني كل جماهير مصر وجميع فئاتها كابتن اسماعيلي بالنسبه لها ده، يعني انا بعشق الاهلي وبعشق الاسماعيلي، بعشق الزمالك وبعشق الاسماعيلي، الاسماعيلي عامل مشترك في كل فرقه حد بيحبها، فالناس كلها متعاطفه مع الاسماعيلي، لكن الاسماعيلي لازم بقى الناس دي تعرف ان مدى حب الناس للاسماعيلي ده كل الخامس سنه كابتن والسادس سنه على التوالي النادي الاسماعيلي بيصارع على المسؤولين لازم يعرفوا الحب ده، ولكن من خلال الملعب لو يعني ايوه يعني نشوفه في الملعب. بقى لنا 6 سنين جماهير مصر بتعاني من الاسماعيلي، بيعاني عشان يبقى في الدوري الممتاز، ما ينفعش الاسماعيلي لا فرقه كبيره لازم تبقى متواجده على الاقل في المربع الذهبي، لازم يبقى ليها شن وران، لازم اعتقد يعني الفتره اللي جايه مش مستحمله اللي هي المجازفه، لابد من ان اداره الاسماعيلي وجماهير الاسماعيلي وكل من يحب نادي الاسماعيلي يقعدوا ويعملوا فرقه قويه جدا عشان خاطر الاسماعيلي لا يستحق الا اللي هو يكون في المربع ده. طيب اخيرا كابتن علاء، لسه مباراه الزمالك والمقاولين اعتقد النتيجه دلوقتي 6-1، يعني اعتقد نتيجه كبيره جدا جدا. انا ولا بتكلم معاك دلوقتي لوحدي والله اكيد انا قالوا لي دلوقتي ف 6-1 نتيجه كبيره جدا على المقاولين العرب. قوي 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 طبعا أوي. الزمالك فريق كبير وكل حاجه، ولكن المقاولين عامل نتائج جيده جدا السنه دي، وصعد لاعبين شباب كتيره جدا، فيعني غريبه جدا. الدور الاولاني كان النتائج كانت مميزه جدا، والدور الثاني بدا كيرب ينزل مش عارف ليه، كانت كميه تعادلات كبيره جدا، الماتشات اللي فاتت فيها قليله جدا، ماتش النهارده عليه عدم استفهام كبيره كبيره كبيره، اللعيبه خارج الفورمه خالص، الاجوان كلها حاجه اخطاء سذاجه غير طبيعيه، لكن طبعا كل فرقه بيجي لها وقت اللي هي بتبقى باليوم مش بتاعها، واعتقد النهارده اليوم ليس يوم المقاولين العرب باي حال من الاحوال، لكن برضو زي ما اتفق معاك اللي الناس الزمالك عامل مباراه كبيره قوي خلال المباراه دي. عموما نتمنى رب كل التوفيق لكل الفرق. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن علاء على وجودك معايا، النجم الكبير كابتن علاء نبيل.